خريف، أهلا وسهلا لكم في دورة سلامة قلبي. جني الثمار يكون في كل فصول السنة وفي كل الأيام. جني الثمار، ثمار دورة سلامة قلبك، تجنيها بكل وقت وبكل يوم وبكل زمن وبكل لحظة. تجنيها ولازم تجنيها على مود تقدر تعبك و و و. احنا دورة سلامة قلبك مو بس رياضة والتزام بالأكل الصحي والحالة النفسية لازم تصير أفضل، لا، كلها هذه زائدا للفرحة بجني الثمار. لازم تفرح، لازم تعطي لنفسك الجائزة جني الثمار. مثل ما واحد يزرع الزرع وينتظره يجني ثمرة ويفرح به، جني الثمار بالخريف التفاح. أشوفكم. زين أخواني، هسه أشوفكم جني الثمار مال التفاح. التفاح ثمرة كلش جيدة للصحة. شوفوا قاعد، طبعا أكو اللي يتأخر بجني الثمار تشوفونها توقع وتصير موزة، أما هذه تفاحة فمو رزق مثل ما يقولون الدود والها، هذا الرزق رزقنا احنا، هذا الرزق راح يروح لغير حيوانات بالأرض. هذه إنه لا تنقهر إذا واقعة وحدة واثنين وثلاثة وأربعة، لا، قلبك لازم يصير نظيف وقلبك يصير طيب وتحب الخير حتى للكرة الأرضية كلها. كل شيء موجود بالكرة الأرضية مو بس احنا، هذا خير من الله، شكد ما تظل تاكل بيه ما يخلص. جني الثمار مال دورة سلامة قلب هي عافية وصحة وسعادة للعائلة كلها. جني الثمار مو بس تجني انت بصحتك انت هذه، لا، جني الثمار همين انت تفكر بيمن، تفكر باللي علمته انت صاحبك وصديقك اللي علمته انه يتمرن بدورة سلامة قلبك. جني الثمار هذا لو حتى انت ما تجني هسه، تجني بيوم اللي بيه جني غير ثمار، ثمار الاجر اللي انت فدت بيه البشرية والناس. انت اذا انقذت انسان من جلطة يا ستار، من قضيت على واحد أمراضه وعيشت أولاده، شنو النتيجة؟ شنو النتيجة؟ النتيجة أنه أنت أصبحت وكأنه عائلت عائلة ثانية. هاي جني الثمار، هاي جني الثمار يا أخوان، هذا جني الثمار بالدنيا وفي الآخر. هذني خطية خاتلات انجيب، هاي الشجرة أصلا مطعمة على أشكال ورنام، على أشكال ورنام. هذا نوع ثاني، هذا يتحمل البرد وتخليه، يتحمل البرد وتخلي، معليش كافي. اخواني يا طيبين، الخريف هو شهر من العمر، يعني اقصد انه هو مرحلة من العمر. خريف العمر اخواني، خريف العمر لازم نفكر به تفكير جدي. انت الخريف مالتك اذا تعبت بيه وخزنت ما خزنت للشتاء، راح يكون الشتاء لك مو كلش مؤذي ولا قاسي ولا احتمال قاتل. الشتاء مالتنا مال العمر الشيخوخة، فانت مثل ما تريد تقعد بالبيت بدفو وراحة نفسية وعندك أكلة تأكلها
لازم تفكر انت شنو اللي عاد للشتاء مالتك، شنو اللي مهيئ انت للشتاء مالتك. والشتاء مال الانسان مو سهل، اكو شتاء مرتاح بي واكو شتاء شبعان بي برد وجوع وقهر. لذلك اخويا انت اللي عمرك فوق 60 بالعراق نعتبرك انت دخلت الخريف مالتك، ولو انا ما مقتنع بيها. والدول اللي دخلوا دورة سلامة قلبك اصلا هم رجعوا 20s and 30s، ما اريد احسبكم، نقول 70 فوق انت دخلت بالخريف. حتى 85 هذا خريف، ورا 85 نقول الشتاء بدأ عليك. فهذا الخريف وانت 75 سنة تدخل دورة سلامة قلبك، ماكو اي قلق انه تخاف من دورة سلامة قلبك. هسه جدو وبيبي يدخلهم وياك دورة سلامة قلبك، لان هاي دورة سلامة قلبك هي الضمان مالتك مال الشتاء مالتك، ضمان انه الشتاء مالتك يصير هادئ وما بي اي مشاكل. أنا عندي ضغط وسكر وكسوفان وألم بالظهر و أمراضك هذه إخوان هي حصيلة عدم وقايتك من الأمراض. وهسه حان الوقت أن تراجع أوراقك وتقي نفسك من كل هذه الأمراض. الطيب الألم يروح بالرياضة، الكرش يروح بالأكل الصحي، والنفسية تستعدل نتيجة لهذه، الكوليسترول يختفي نتيجة لهذه، كل هنذني اللي انت خايف منه والسوافان والركبة توجعك كلهن يروحن بهذا الشغل الصحيح الرياضة وغيرها. ويبقى اكو شيء مهم من عندك، انت شقد ما يصير قلبك سليم وطيب وتحب الخير للناس، اللي هذه الناس نستها وبهذا زمننا ما حد بحال وقت الخير. اهم شيء يعني نفسي ثم نفسي. لا، أنا أعطيك القاعدة عكسية، فكر بالناس أنت أمورك تصير عدل. ماكو داعي تطلع فلوس وتطل الناس، لا ماكو داعي. النصيحة، الكلمة الحلوة، الابتسامة بوجه الناس، هاي اللي تسويها قبالك قبال الناس، هاي كبيرة. جوز أنت ما تحس بيها، بس لو كل الناس مبتسمة يصير العالم غير عالم. صدقني الحياة هي مو عبارة عن يوم ويومين، هي هاي عبارة عن سفرة وإحنا قاضين ورايحين. فإحنا مثل ما نريد ندور لهذه لازم ندور لذيك السفرة الطويلة اللي ما بيها نهاية. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت أبدا. والسلام عليكم.